السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية. وهنتكلم النهاردة عن ديكلورابيد، أقراص مسكن للآلام ومضاد للإبتهالات. ديكلورابيد أقراص يحتوي على مادة فعالة تعرف باسم ديكلوفينات البوتاسيوم، وهي تقلل من خلايا المناعة التي تتواجد في منطقة الالتهابات وبالتالي تتخلص من الألم، كما أنه يعتبر من الأدوية المضادة للالتهابات الغير استرويدية. دواعي استعمال الدواء: التخلص من ألم المعدة البسيط والمتوسط، علاج آلام المفاصل والروماتيزم والصداع الخفيف إلى المتوسط. يستخدم في علاج الدوار والشعور بالإرهاق الشديد والإعياء، ويفيد في علاج الإمساك والإسهال. يعتبر مسكن قوي لآلام الدورة الشهرية عند النساء، ويمكن استخدامه لمن يعانون من ألم شديد في البواسير، ولكنه لا يعالج المشكلة من الأساس بل يقلل من الألم فقط. الجرعة وطريقة استخدام الدواء: الجرعة في الأطفال بعد عمر 3 سنوات من 2 حتى 3 مللي جرام لكل كيلو جرام في اليوم. فمثلا إذا كان الطفل يزن 15 كيلو جرام، الجرعة اليومية له تكون من 30 حتى 45 مللي جرام. الجرعة للأطفال يتم تقسيمها على جرعتين أو 3 جرعات، أي كل 12 ساعة أو كل 8 ساعات، ومن الأفضل أخذ الدواء للمعدة في نفس التوقيت من أجل التخفيف من الأعراض الجانبية. الجرعة للشخص البالغ تكون من 75 حتى 150 مللي جرام في اليوم، يتم تناولها على جرعة واحدة أو أكثر من جرعة في اليوم. الآثار الجانبية لاستعمال ديكلورابيد: الأعراض الجانبية النادرة والتي إذا ظهرت لابد من مراجعة الطبيب على الفور. ألم حاد في منطقة المعدة، نزيف من الفم أو خروج دم مع البراز، ضيق أثناء التنفس أو سماع صوت صفير حاد أثناء التنفس، تورم في منطقة الوجه أو الشفتين، انخفاض شديد وارتفاع في ضغط الدم. الأعراض الجانبية النادرة جدا والتي لا تحدث الكثير: تغير في كمية البول وظهور دم مع البراز، تنميل في أصابع اليدين والقدمين، تغيير في لون الجلد أو في بياض العين وتحوله إلى اللون الأصفر. الأعراض الجانبية الشائعة: ألم في البطن وإمساك وإسهال، سوء في الهضم وحرقان في المعدة، وقيء دوخة وغثيان. الاحتياطات وموانع استخدام الدواء: لا يستخدم مع الأطفال أقل من عمر 3 أعوام، ولا يجب تناوله في فترة الحمل أو الرضاعة الطبيعية، حيث أنه يتسبب في إحداث تشوهات في الجنين خلال فترة الحمل. ومن يعانون من حساسية مفرطة وشديدة من مادة ديكلوفينات البوتاسيوم أو غيره من المكونات الموجودة بالدواء. الأشخاص المصابون بقرحة في الإثنى عشر أو المعدة عليهم الامتناع من تناولها. من لديهم مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية عليهم الامتناع من تناولها. يمنع على مرضى الالتهاب الرئوي أن يتناولوا هذا الدواء. الأشخاص الذين لديهم زيادة في نسبة البوتاسيوم في الدم عليهم عدم تناوله. ولا يستخدم في حالة الإصابة بالتهابات في القولون، سواء كان هذا الالتهاب تقرحي أو عصبي. إذا ظهرت أعراض مثل ألم شديد في الصدر أو ضيق أثناء التنفس أو اضطرابات في الكلام أو تورم في الحلق والوجه، لابد من التوقف عن تناول الدواء ومراجعة الطبيب. ومن الأفضل عدم تناول الأطفال أقل من عمر 14 سنة هذا الدواء إلا للضرورة القصوى وتحت إشراف طبي. يمنع على من لديه مشاكل حادة في الكلى أو الكبد أن يتناولوا هذا الدواء، كما يمنع تقديمه لمن يعانون من الأنيميا. التفاعلات الدوائية باستعمال ديكلورابيد: يتفاعل هذا الدواء مع مضرات البول، لذلك يمنع تناوله في نفس التوقيت من أخذ العلاج. يمنع تناول الإسبرين مع دواء ديكلورابيد. الأدوية التي تعالج ضغط الدم المرتفع: الميثوتريكسات والكوليسترامين. سعر دواء ديكلورابيد: تتوفر أقراص ديكلورابيد بتركيز 50 مللي جرام في الصيدليات المصرية بسعر 26 جنيه مصري. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم، وبطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة.